السلام عليكم. معلومة مهمة جدا أردت أن أقاسمكم فيها، وهو أن الجزائر قررت استخلاف الفريق الذي كان ينشط في الحماية وانتشال جثث في الكارثة التي ألمت بالشعب الليبي في مدينة درنا. إذن تم استبدال فريق تاع الحماية المدنية اللي كان ينشط، واللي أكيد بعد الجهد الكبير الذي قام به طيلة قرابة 10 أيام تم استبداله بفريق آخر أكثر، يعني يلم أكثر ب يعني المشاكل التي كانت مطروحة في المنطقة. بعدما تخلت كل الفرق الحماية المدنية المنطقة تاع درنا، الجزائر تعيد فرقة جديدة أخرى تنشرها اليوم ب 77 عضو وبأعداد أكثر ملائمة للمتطلبات تاع الانتشار تاع الجثث في منطقة درنا. إذن وهذا عمل كبير جدا وجواب أكيد لكل هذ المغرضين والمكذبين والنمامين والحسادين والمتخاذلين اللي كانوا كل دائما ينشروا يعني أخبار خاطئة أو أخبار مغالطة عن الحماية المدنية الجزائرية وعن الجزائر. فإذا هذا هو الجواب، أنت الجزائر تعيد استخلاف فريق آخر إلى منطقة درنا بالشرق ليبيا. أترككم تتابعون الفيديو هذا لوكالة الأنباء الجزائرية، يعني خبر أكيد مؤكد. أترككم تتابعون والسلام عليكم. بعد انتهاء قضاء 10 أيام تم الاستخلاف الفريق الثاني بعدما تم تجهيزه مؤخرا، يعني عند انطلاق الفريق الأول. دائما متواصلون في إغاثة ومساعدة الأشقاء الليبيين. هذا الفريق اليوم 77 عنصر بالإضافة إلى 10 عناصر باقية في ليبيا من قيادة المركزية وقيادة العمليات والمانجمنت. كل الفريق يعني يمتلك كل الاختصاصات التي يحوزها الفريق الأول من عدة اختصاصات، خاصة دعم الفريق هذا بأكثر من غطاسين، أن منطقة التدخل انحصرت كثيرا على مستوى البحر سواء في عرض البحر أو شاطئ البحر، بإضافة إلى فرق البحث والإنقاذ تحت الردوم، الفرقة السينوتقنية، الأطباء المختصين في إدارة الكوارث، قيادة أخرى اللي في إدارة المانجمنت والعمليات أرسلت، بالإضافة إلى معدات ثقيلة أخرى خاصة يعني خاصة بالتدخلات في حالة فيضان. وبعدما تم التعرف على يعني حيثيات الوضع عن كثب وعن قرب، يعني تم يعني إعطاء كل التعليمات الضرورية للقدوم بكل التعزيزات سواء من العنصر البشري من الخبرة البشرية أو المعدات الضرورية لمواصلة عملية الإنقاذ. فيما يخص الخبرة والكفاءة اللي تحوز بها فريق الحماية المدنية، حتى الآن 198 ضحية تم انتشالها من تحت الأنقاض. إن شاء الله يتم استخلاف هذا الفريق، يعني عند وصوله سيزاول مباشرة عملية الإنقاذ موصلة في انتشال كل الضحايا.